من بطوله الامم الافريقيه اللي ايضا هتنتهي يوم 6 فبراير، فهنتكلم بالتفاصيل في الجزئيه دي. في العموم منتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من الحلقه. البدايه بتبقى بايه؟ بالعنوان. يلا بينا. في ترند الاهلي، الاهلي يلجا لهيئه قضايا الدوله لحسم فوز العمري فاروق بمنصب النائب بالتسكين. أزمة بسبب تضارب مواعيد مونديال الأندية مع أمم أفريقيا. أما في الترند العالمي، تقارير تؤكد غياب صلاح عن حفل الكرة الذهبية. طيب قبل أي تفاصيل، يعني خالص التمنيات بالشفاء العاجل للكابتن إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق والزميل العزيز في قناة النادي الأهلي لتعرضه لوعكة صحية بالأمس. الحمد لله حالته في تحسن، وإن شاء الله بإذن الله يخرج من المستشفى في أقرب وقت ممكن. وأيضا طبعا هو المدير التنفيذي لشركة لايف، فبالتالي نتمنى له الشفاء العاجل، وان شاء الله تكون بسيطه ويقوم بسلامه ويرجع لجمهوره من خلال شاشه قناه النادي الاهلي باذن الله تعالى. هروح